الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تعلمنا من رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم معاني من الوفاء العجيبة الغريبة، الوفاء الذي يكون في حياة الإنسان ويكون بعد وفاته. العلاقة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السيدة خديجة عليها رضوان الله تعالى كانت علاقة تفوق كل التصورات، ومهما تكلم الناس ومهما كرر الناس تلك الأخبار واستشفوا منها المعاني، فإني على يقين أن ليس أحد يستطيع أن يصف تلك العلاقة على وجهها الحقيقي الكامل التي كانت بين رسول الله وخديجة الكبرى من الحب والوداد والصفاء. إن الله قد ملأ كيانها وقلبها وروحها وسرها حباً في هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، فما كان أحد ينزل منزلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحبها. ما تزوج عليها في أيام حياتها، فعاش معها أكثر من 20 سنة ولم يتزوج غيرها، ولما توفيت كان يذكرها. وكان إذا جاءت مرأة إلى بيته مرة، فلما جاءت أكرمها بكثير من الإكرام، وقال إن فلانة هذه كانت تأتينا أيام خديجة. ولما جاءت واحدة من النساء التي لها قرابة بسيدتنا خديجة قال هذا 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 الصوت أو هذا القرع يشبه قرع خديجة. كلما مر أمر يتذكرها، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله كان لها منزلة كبيرة ويحبها وحبه لها مشهور، إلا أن يوم من الأيام زاد عليها الغيرة. تخيلوا أن من حب رسول الله لسيدتنا خديجة أن السيدة عائشة تغار منها وهي ميتة. كيف لو كانت حية؟ غارت منها وهي ميتة لشدة ما ترى من وجه رسول الله كيف يتهلل إذا سمع اسم خديجة، إذا ذكرت خديجة. فيوم من الأيام قالت يا رسول الله أبدلك الله خير منها شابة كذا كذا أخذت. فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، فلقد صدقتني حين كذب بي الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وفدتني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها. حتى سكتت السيدة عائشة أمام ذلك وعلمت أن مرة ثانية لا تتدخل في هذا الخط الأحمر الذي هو خديجة بنت خويلد، لأن لها المنزلة الخالصة في قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا وجه من وجوه الوفاء العجيب الذي كان عنده صلى الله عليه وآله وسلم لسيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما جاءت بعد غزوة بدر، لما جاءت السيدة زينب بنته عليها رضوان الله وعليها سلام الله بعقدها تفدي بهذا العقد زوجها أبي العاص، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العقد، وهذا العقد كان لخديجة أهدته لزينب في فرحها وزواجها، فلما رأى رسول الله العقد اغرورقت عيناه الشريفتان بالدموع وذكر خديجة. سبحان الله، أي منزلة وأي مكانة هذه للسيدة خديجة في قلب من؟ هذا ليس قلب أي إنسان، هذا القلب الذي هو مهبط الرحمة، هذا القلب الذي هو منزل الوحي، هذا القلب الذي تسارع رحمة الله إليه، هذا القلب الذي يرضيه ربه في الدنيا وفي الآخرة، عليه أفضل الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يجعل لنا في قلب حبيبه منزلة ومحبة نرتقي بها ونسعد بها في الدنيا وفي الآخرة، فليس شيء مثل أن تكون محبوبا في قلب محبوب، فكيف أن تكون محبوبا في قلب أعظم محبوب عند الله سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا بهذه الكرامة يا أرحم الراحمين. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة ومنقذ.
صلوا عليه وسلموا. أفضل الصلاة عليك يا صلوا.